طيب زي النهاردة من 9 سنين، تعال نتذكر كده، هل كان ممكن المصريين يتخيلوا ان احنا هنبقى عندنا مثل هذا المشروع الضخم الخدمي المتطور بهذا؟ يعني احنا من 9 سنين يوم 3/7 ده يوم مشهود في حياة المصريين، كلنا كنا واقفين في الشوارع. ساعتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي طلع قال البيان، لو نتذكر كلنا البيان، وكان بالليل. لو احنا دلوقتي بعد 9 سنين يوم 3/7، شوف احنا النهاردة فين وكنا فين من 9 سنين. الحقيقة أنا بتذكر وحضرتك بتسألي السؤال يا أستاذة رشا كلام الفريق عبد الفتاح السيسي: مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا، واستلموا مني مصر مختلفة عن مصر اللي كانت موجودة. الناس سمعت الكلام وكانت متفائلة جدا وسعيدة جدا، وطالبت الفريق أو المشير بعد ذلك عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة. يعني الراجل ما كانش عنده هذه النية ولا هذه الرغبة، بدليل بعد ما أطيح بالرئيس الإخواني جاء رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس انتقالي. صحيح. وبعد كده إجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وتعددية ونزيهة، وبالتالي الشعب طالب هذا الرجل بسبب هذا الخطاب الجذاب: مصر هتبقى قد الدنيا. النهاردة بعد 9 سنين من 3/7/2013، لو حضرتك عملت مقارنة بسيطة جدا جدا في 3/7/2022 وما قبل 3/7/2013، كل الأرقام الموضوعية والدقيقة هتبين لك الفرق اللي حصل، سواء فيما يتعلق كل القطاعات، الطاقة على سبيل المثال. النهاردة عندنا فائض في الطاقة وبنصدر كهرباء لدول العالم، اللي كانت الكهرباء حضرتك بتركب الأسانسير وبتقول يا رب الكهرباء ما تقطعش عليا أنا في الأسانسير. النهاردة أنت بتبيعي بتصدري كهرباء مش بس للدول العربية والأفريقية، لا ده للدول الأوروبية. النهاردة عندك اكتفاء ذاتي في الغاز وبتصدري غاز، وعندك اكتفاء ذاتي تقريبا في البترول. كل التطور عندنا، المصانع اللي كانت مغلقة بتتفتح، في مجال التعليم بنتوسع، في كل مجال، في مجال النقل اللي بنتكلم فيه دلوقتي نقلة جبارة، مشروع 100 مليون صحة، علاج فيروس سي، نقدر نعد لو الوقت يسمح نعد مشاريع ضخمة تمت في زمن قياسي للغاية. هذا الرجل عبد الفتاح السيسي يحرق المراحل، بلغة الاقتصاد والسياسة حرق المراحل معناها إنجاز هائل في زمن قياسي. صحيح. المفروض الحاجة تتم مثلا في 20 سنة بنعملها في 3 أو 4 سنوات، بنشتغل بطاقة جبارة ومذهلة. والحقيقة أنه من يعني ربنا وقف معانا، لأنه كل العقبات الدولية ما عطلتش هذه المسيرة التنموية، سواء جائحة كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو التطورات الإقليمية والدولية اللي بتحصل. وبالتالي مصر 2022 يعني مختلفة حقيقة، يكفي نظرة العالم لينا. يعني قبل 2013 كانت نظرة العالم لينا شيء، والنهاردة شيء تاني خالص. مصر استعادت زخمها ودورها الأفريقي والعربي، دورها العالمي. شوف النهاردة الجيش المصري اللي كان قبل 2013 تقريبا في ظروف صعبة للغاية، النهاردة هو العاشر عالميا وفقا للتقديرات الموضوعية والجدة، مش تقديرنا احنا كمصريين. النهاردة الموارد بتاعتك والثروات والإنجازات اللي انت بتعملها لا يمكن أن تطمئن إليها إلا وهي محمية، محمية من قوات مسلحة قادرة على الدفاع عنها. قواتك البحرية رقم واحد شرق أوسطيا. نعم. عشان كده ثرواتنا اللي في الشرق المتوسط من النفط والغاز يمكن حمايتها بسهولة. الشركات العالمية يا أستاذة رشا مش هتيجي تنقب عن النفط والغاز، وإحنا بالمناسبة وقعنا عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز والذهب في أكتر من مكان في مصر. الشركات دي مش ممكن تيجي لو هي مطمنة إن حدودك مترسمة وموضوع اتفاقيات بيها في الأمم المتحدة وعندك قوات تحمي هذه الشركات وهذه الثروات. وبالتالي بعد 9 سنوات مصر حقيقة مختلفة عن ما كانت قبل ذلك. طيب قبل ما أسيب الموضوع ده دكتور بشير، كده يعني محطة مركزية زي محطة عدلي منصور تاخد كم سنة عشان تخلص؟ يعني دي يعني في عمر الزمن دي خلصت كده، يعني نمنا وصحينا لقيناها خلصت. في الوضع الطبيعي طبعا دي ممكن تاخد سنوات وبعدين خطة تعطل بسبب ارتفاع الاسعار. يعني مثلا لما تبدا حرب روسيا واوكرانيا من حوالي 4 شهور، فتلاقي اسعار كل شيء زادت بسبب تكاليف النقل وسلاسل الامداد والتوريد والقصص اللي احنا عارفينها، وقبل كده جائحه كورونا. كل ذلك لم يعطل، لان اللي بيشتغل النهارده القوات المسلحه، والقوات المسلحه شعارها الانجاز مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات. وبالتالي دي عبقريه تعاون العلاقات المدنيه العسكريه،
مؤسسات مدنية بتشتغل بالتعاون مع المؤسسات العسكرية، وبالتالي بيطلع لك منتج رائع، بنعمل سبيكة هائلة وفي تناغم شديد ما بين القطاعين. علشان كده حتى الرئيس بنشوفه في كل المؤتمرات واللقاءات لما يجي يتكلم مع شركة يقول له يلزمك وقت قد ايه؟ يقول له 5 سنين يا ريس، يقول له أنا عايزها في 2. التكلفة مش عارف قد كده، لا أنا عايزها بكده وتخلص بالكفاءة المطلوبة. فإحنا بنتعامل الحقيقة في زمن يعني، والرئيس جاي وعنده تعطش للعمل والإنجاز لأن إحنا متأخرين، كل ما نكلمه يقول لك أصل إحنا متأخرين، أصل إحنا متأخرين، ما عندناش وقت للراحة. فطبعًا إن يكون في قيادة مدركة لاحتياجات الدولة وضرورة حرق المراحل علشان نعوض اللي فاتنا ونقدر إن إحنا نواكب التطورات العالمية، ده شيء عبقري ورائع. لذلك إحنا بنتمنى إن ربنا يحمي قيادتنا وقواتنا المسلحة ومؤسسات الدولة كاملة، وإن الشعب يكون عنده قدرة على المواكبة والعطاء المتبادل من خلال الحفاظ على هذا المنتج. لأنه إنك تنتج وتعمل هذا الإنجاز ده شيء كويس، لكن إنك تحافظ عليه حتى يستمر لأطول مدى ممكن، ده دور الشعب ودور المواطن. دي سلوكيات بقى لازم بقى نتكلم فيها، إنه عنده انتماء ويبقى عنده وطنية وعارف إن المنتج ده اتعمل له وبالتالي يحافظ عليه بدل ما إنه يخرب فيه. عارف يا دكتور بشير، وحضرتك تتكلم تذكرت كلمة كان الرئيس قالها مرة في افتتاح من الافتتاحات، لما قال إيه؟ انتوا ليه مش عايزين تحلموا معايا يا مصريين؟ احلموا، احنا خليني اقول افتتاح زي النهارده ده حلم، يعني حقيقي حلم واتحقق يعني ان شاء الله.